يا مرحبا. تبقى امورك زينه؟ بشو. جاهز؟ ايه؟ مركز؟ سؤال محمد ناصر على الشاشه يقول: متى كانت اول نسخه لكاس العالم لكره القدم؟ في 1933 او 1999؟ لا اكيد 33. انا ما ادري. لحظه خلني انا ما اشوف السؤال. يلا شوف السؤال. لا 33. 1933 ثبت لمحمد ناصر. لو قلبنا السؤال وقلنا متى كانت اخر بطوله؟ اكيد في قطر. اكيد اكيد في قطر، بس متى؟ في اي عام؟ شو اسمه؟ نسيت. لا كم هذه؟ والله انكم انتم تمسحون الذاكره. 2022 كانت. 2022 اجابتك محمد ناصر 1900. قبل ما تختم، انا طلعت في في تصوير الافتتاح لكأس العالم. ما شاء الله. كفو. وش محزن ما في. بس سؤال كأنك تقهر وليد بالموضوع هذا ولا ايه؟ وليد وفلاح فراج. طيب 1933 كانت إجابة محمد ناصر والإجابة صح. الف مبروك. 200. وش الرقم اللي احنا اخترناه؟ 13 راح؟ اي 13 راح. لا صبر 13. رجال مسلم اصبر. معك من الواحد الى 30؟ 23. انا احب رقم 23. اكيد ما راح اخصم على ربعي. اكيد ان شاء الله ما اخصم على ربعي. لو كان خصم مستحيل عشان ما تاخرني. محدد اللي بتخصم عليهم؟ مستحيل. انت بتطلعني عليت علشان يمكن تقول لي علشان اذا جاهم خصم يحطون. اقدر اقول لك انه خصم بعدين اقلب الموضوع عادي يعني. لا انت، انا اعرفك ما تكذب. انا ما اكذب صح؟ انا ما اكذب. عبد الرحمن الكليب ما يكذب. فعشان كذا يا محمد ناصر، الصندوق رقم كم؟ 23 كان يحتوي على ايش؟ اشترى انك بتخصم. شوف انا غرات تقوى. زين اسلم تكفى، خلني احس بذا الشعور. والله انه يمكن ما اتمنى من ذا البرنامج الا الخصم. ما تتمنى من البرنامج الا هذا الخصم؟ الا هذا الخصم. ابغي اسيطر هنا. عادي شباب نغير الصندوق. اي والله تكفى، اذا ما هو بخصم على العلم. ها؟ انا محكمة. ما حد خايف بلا ولا خايف. ما حد مهتم. انت اول واحد، انت تدري انك اول واحد. اي انت تدري انك اول واحد. عشان كذا يا محمد ناصر 23 كان يحتوي على اضافة 500 نقطة. الله زاد. علشان تدري. سام انا